حياكم الله حبايبي الطيبين الموجودين بقناة أحمد النعم على اليوتيوب. هذا الفيديو اليوم عن إطلاق سراح البلبل العراقي أبيض الخدين أو أصفر العجز. طبعا موجود الفيديو السابق عن إطلاق سراح البلبل، واللي ما يفتهم فكرة المبادرة يقدر يشوف هذا الفيديو بقناتي. هاي المبادرة اليوم شاركونا بها قناة الحرة العراقي، يعني الباحة اشتريت 4 بلابل. طبعا وإحنا دائما مستمرين، أحد الأصدقاء قبل كم يوم طلق 150 بلبل أو أكثر، صراحة ما كنت أعرف بالموضوع ونشرها إن شاء الله، هننزل لكم الفيديو. وأنا مستمر من جهة، والشباب الباقيين فالكل دي يشارك بهاي المبادرة. اليوم قناة الحرة عراق والإعلامي الأخ عيسى العطواني مشكور اليوم راح يرافقنا بهاي الجولة، فخليكم ويا الفيديو. راح نطير اليوم 4 وإن شاء الله مستمرين، وكل فترة نزيد العدد، لأن صراحة لقيت السعادة الحقيقية بهذا الشيء. اشتريت ذن الأربعة، وإن شاء الله كل ما الله يرزقنا ويوفقنا نشتري بعد اكثر. خليكم ويا هذا الفيديو ولا تنسون متابعتنا دائما. طبعا دني الاربعه اللي اشتريتهن 4 بلابل تعبانات مثل ما تشوفون، ويريدن يطلعن باسرع وقت، فراح نطيرهن وياي تصوير القناه الفضائيه. ف طبعا قناه الحره الفضائيه ويانا، فيعني مو كل التصوير راح اقدر اطلعه من اطيرهن واطلقهن، يعني التصوير ما راح اقدر اطلعه. ان شاء الله ننزل لكم التقرير كامل هنا بالقناه. لا تعال قرب عليه. ذني البلابل. ذني اول اثنين طيرناهن، وطبعا اتجهن باتجاه المعاكس، فما قدرت اصور انه هن على الشجره. راحن بهاي الجهه. طبعا ذني اثنين بعد، وذنيش اثنين، هاي صارن 4. ما قدرت انزل لكم طبعا التصوير كامل، لان اكو حقوق للقناه الفضائيه. فان شاء الله من يكمل التصوير مع القناه الفضائيه انزل لكم التقرير كامل هنا بهاي القناه. هذا الثاني، لان 4 صارا، وان شاء الله كل فتره نطير مجموعه. طبعا انا دا اشتريهن من جيب الخاص، يعني فان شاء الله يعني قدر الامكان اللي نقدر عليه. هذا الطير البري الجميل، شوفوا شلون المنظر حلو. الله، اللي يعرف اسمه خليه يكتب لي بالتعليقات. تحياتي لكم.